عاصمة منسكل، إن شاء الله تكون في صحة وخير. الفيديو هذا باش نحكي فيه للأسف اللي صار نهارين ذومل، نقول سوء تفاهم، نقول تعمير، نقول تكمبينا، نقول ما نعرفش. نستغرب من سي عبد الرحمن العيادي أستاذنا الكبير، نقول أستاذي في حوار مؤخرا مع باي الزردي، طبعا بعد نجي ونحكيه على باي الزردي، يعني قال فيه كلام ظلمني، لكن انا نقعد ديما نحترمك، ومهما تقول فيا سي عبد الرحمن العيادي انت على راسي وعيني استاذنا، وما ننساش تعاملي معاك في الفرقه الوطنيه لمده 3 سنوات واللي تعلمت منها الكثير التجربه هذه. وكان ما كنتش انا صوت حلو، ما كنتش تختارني باش نكون ضمن الاصوات اللي اخترتهم باش يقدموا بعض الاغاني بعض الوصلات في التورنيات نتاعك مع مجموعه من الاصوات الحلوه. اللي استغربت وصلت ما تعرفش يعني برشا اغاني كان قمر، وصلت شككت في امكانياتي الصوتيه، وانت تعرف امكانياتي الصوتيه بالكدا، معناها حتى قلت غنيت يوم ليك يوم ليك ويوم عليك ما اديتهاش بالكدا، والغنيه حتى اللي غنيتها معك في قرطاج وقتها كان سهره خاصه للمرحومه ذكرى اللي نحبها وانتم تعرفون نحبها، لما انت فاهم غايه مرادي زاد ما غنيتهاش بالكدا. وشككت حتى في حكايه تجربتي اخر مره التنشيط، وليت انا خليت الكلمه بزايد ذي سمعته كان من عندك انت سي عبد الرحمن، وفرحت بزياده بالضيوف المصريين وقت اللي انا حييت ضيوف فنانين تونس كيما صابر رباع وكيما عدنان الشواشي. ما نعرفش علاش تقلبت عليه سي عبد الرحمن، اللي وصل لك غلط حبيت نقول لك، وتكمبينا صارت وربي سامحها باي الزردي. التسجيل موجود مازال في برنامج جودي تو اللي تعديت فيه درنيامون مع ميغارا، كي سالتني باي الزردي وللاسف ولا ما عادش يعجبها حتى شيء في البلاد، ولا تتشكك في كل شيء، ولا للاسف تفتن بين الفنانين، مستغرب انا من باي. باي اللي نعرفها في بداياتي يعني كانت محلاها ومرزنها وامنت بانتاجاتي وقتها في بداياتي، وامنت بصوتي وقت اللي كانت في الاذاعه دائما تعدي اغاني محمد جبالي، وهي اللي قدمت سهره يعني نجوم الغد الفينال نجوم الغد على مسرح قرطاج. فنرجع نحكي لبيا على بيا، فاللي صار انه بيا كي سالتني في برنامج جودي تو قالت لي من المفروض يتغناو الاغاني التونسيه لذكر. انا قلت لها راهو الانتاج يعني اغاني في الاغاني التونسيه انتاجات في الاغاني التونسيه قليله، ما عنديش برش اغاني تونسيه ذكر. قلت لها اذكر لي 5 اغاني. هنا كي نحكي سي عبد الرحمن مش مش ما نحكيش عليك انت، اوكي انت اكثر ملحن تعاملت معاها والله وناسي شكون غيرك انت، يمكن ملحن ولا زوز، انا يعني مش مشككت في ما حكيتش عليك انت اصلا، وما شككتش فيك انت، واللي تقول بيا ربي سامحك يا بيا تقول اقصيت عبد الرحمن العيادي، شكون محمد جبالي باش يقصي عبد الرحمن العيادي؟ تراه نعملوها بكل بساطه، خذوا الميكرو اعطوا للشارع التونسي وذكرونا 5 اغاني تونسيه جودي بيان تونسيه، يا ذكرى يا قلت يا ذكرى ذكرى الله يرحمها اختي العزيزه الغاليه. يا بيا كي سالتني انت قلت لي الاغنيه التونسيه، الاغاني اللي قدمهم لها عبد الرحمن العيادي اغاني متميزه، وبروح سي عبد الرحمن العيادي استاذنا وقعدوا ناجحين الى حضن امي ولمن يهواد، يعني بعض الاغاني حد مشكك فيها، مش انا محمد جبالي باش يشكك في اغاني لحن مش عبد الرحمن العيادي استاذ، نحكي هنا اغاني تونسيه كي نقولوا اغاني تونسيه كلمه ولحن مقامات تونسيه، وانت تعرف شي عبد الرحمن تعرف معنى كي نقولوا اغاني تونسيه مزموم من رزديل محير سيكا للسبعين، الكلمه التونسيه اللي لحنتهم لها يفتقوا محلام قصائد بالحان شرقيه حلوين. نحكي هنا البيه اللي ما تفهمش ما بين اغنيه شرقيه مقامات شرقيه وقصيده وكلمة تونسية ومقامات تونسية، هي كانت ضد أصلا جد يجيو ضيوف من مصر، ما عجبهاش مهرجان الأغنية التونسية باهي، قالت لي علاش أصلا ضيوف من مصر وقاعدين في الصفة الأولى، قلت لها أنا شهرين تاني كنت ضيف في مهرجان الأغنية الليبية، وقبلها كنت موجود في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مهرجان الأغنية التونسية يحبوا يخرج خارج حدود تونس، وهذاك اللي صار كي كانت ضيفة شرف منى شاذلي. خلات دي زيكستريم مهرجان الاغنيه التونسيه وقدمته في البرنامج نتاعها، هذا سي ان بلوس. علاش دائما نحبوا نشكوا؟ علاش يا بيا مشيت في حكايه البوز؟ انا ماهيش ماركه بوز، وقال سي عبد الرحمن بوز ونحب اللي يختار بوز
معناها هي تاكل اكبر منه، انت اكبر مني وعلى عيني وراسي، وتعرفني مانيش عباس يا عبد الرحمن. نرجع البيع، علاش يا بيا؟ حتى حديثك على زملائك ولا فيه معناها ياسر ما انتهاش، معناها حتى كي حكيت في البرنامج على حبيب جغام زميلك وتعاملت معه قبل في الاذاعه، تحكي تقول ما شاء الله لاباس وان شاء الله شرب الدواء بتاعه. ما يهمك شيء يا بيا، انت انت متربي على الصحافه يعني الصحيحه والاعلام الصحيح، وكنت منشطه وناجحه، لا لي شيء باش تملي البلاتو يا بيا بالحكايه هذوما، وتضرب راس براس انا وسي عبد الرحمن عيادي واكس وجريك معنى برشا مشاكل عملتها يا بيا، برشا مشاكل مانيش مصدق اللي يخرج منك انت يا بيا. سلمون باش موجوده في قدام ليكرون، مش هكا يا بيا، يعملها يعملوها ديجا بتاتر توا تولدوا في عصر الباس، اما انت ليه يا بيا؟ نرجع سي عبد الرحمن عيادي وتقول نشط وخذ الكلمه برشا، انا اللي لاحظت والناس كل معنا بالاجماع تقريبا قالوا لي محمد والله كنت سمباتيك محلاك في التنشيط، خليت الحكايه هكا اللي جاي على الاخر، وعرفت ان الدخل اغنيه منا ومعلومه منا، معناها تجربه جديده سي عبد الرحمن، تقول ناقص معناها ينحت هكا. سي عبد الرحمن انت فنان وفي بالي تحبني كما انا نحبك ونقدرك، معناها ما عرفش علاش تقلبت عليا سي عبد الرحمن، نقعد ديما نحبك ونقدرك، وباللي باش تقول فيا مانيش باش نجاوبك لانك اكبر مني استاذنا، اما انت يا بيا ربي يسامحك. هذا اللي عندي نقوله.